اتفضل لي مشهد الكنايه. حاضر يا استاذ. 25/1/11 مره. اذا كان ديك راجل يطلع لي يا اسماعيل. متشكر يا استاذ. بس ايه؟ عايزين كمان مره شويه احسن من كده يا اسماعيل. مش ممكن يطلع احسن من كده الا اذا مت. سكوت. كمان مره. رولو. رولو. 25/1/12 مره. اذا كان فيكوا راجل يطلع لي فوق. نعم. اديني عصير برتقال. ما شفتوش النهارده يا مدام زهر؟ ما شفتش ايه؟ بقول لك عصير برتقان. اه محسن سرحان. انا بفتكرك بتقولي شكري سرحان، برضه ما جاش النهارده. لا ده ولا ده، بقول لك برتقان، عصير برتقان. مدام زهر اتفضلي، احنا جاهزين. مخبر على حساب المخرج. المخرج ماله؟ غدا الاستاذ اسماعيل على حساب المخرج. طب زعليه وانا اطرش. نعم. طلب حضرتك ايه؟ اطلب لي واحد اسعاف. واحد فشاة. جيب اللي تجيله، وانا ما فيهاش نفس اتكلم. سهير، ازيك يا سهير؟ طب انت زعلانه من حسين، انا ذنبي ايه؟ انت السبب، انت اللي عرفتني بيه. انت خلاص كرهت حسين؟ وبتسال ليه؟ لا يعني بقول مدام يعني كرهت حسين، حبيني انا وتبقي اصطدتي حمارين بحجر واحد. يعني ايه؟ يعني يبقى معاكي صوره حسين وقلب اسماعيل. قلبك؟ ايوه، قلبي اللي بيردد اسمك في كل دقه من دقاته. انا بحبك يا سمير. انا مش عارفه اقول لك ايه. قولي انك بتحبيني. انا فعلا بحبك زي اخويا. وليه ما تحبينيش زي اخويا انا؟ دي مساله نصيب يا اسماعيل. انت لسه بتحب حسين؟ ايوه. رغم اللي عمله فيكي؟ على العموم انا يهمني سعادتك، انا هروح لحسين واخليه يجي اعتذر لك عن الغلطه الخطيره اللي عملها دي. ما تندهشيش، انا هستحمل العذاب والحرمان مادام انت هتكوني سعيده. الخشاك يا استاذ. ادفعه انت. ادفع انا ازاي؟ المخرج هو اللي هيدفع. الا ادفعه دي كمان. اهلا سمع. ايه طمني، حصل ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ ما اتجوزتش؟ لا لا لا. ليه؟ لأن المسألة اتعقدت وأخويا عرف كل حاجة. عرف إنك أنت بتلبس بدلته وبتستعمل اسمه؟ آه، لكن ما قدرتش أقول له إن أنا بروح المطار بداله، وما قلتلوش إنهم لغوا الأجازة بتاعته. بيني وبينك أنا مش هروح المطار ده أبدًا، وهفضل إسماعيل زي ما أنا. ما لو ما رحتش المطار هتروح في داهية أنت وأخوك، لازم ترجع برضه وتحل محله لحد ما يرجع أخوك من الأجازة ويستلم عمله. لا يا عم، لحد دلوقتي والمسألة مستورة. مش يمكن لأجل بخت الأشوح يحطوني في طيارة ولا يرموني بباراشوت؟ لا يا حبيبي، لغاية كده وكويس أوي. مش هيحصل حاجة بإذن الله، ما تخافش. أسبوع مهرجان الطيران هيبتدي بعد يومين، بالكتير هتستقبل الجمهور اللي هيجي يتفرج في المطار. وأنا هعزم لك سهير وأجيبها بنفسي لحد المطار عشان تتفرج. إيه رأيك؟ أروح وأمر لله. وهو كده. Thank you.
اهلا سهير، نورت المطار يا سهير. متشكره. تسمح والله تفرجنا على طياره من الطيارات المدهشه دي؟ قوي قوي. اتفضلوا كلكم، اتفضل يا سهير، اتفضل. اهلا وسهلا. شايفين العظمة؟ تسمح تشغيل الطيارة دي. أوي 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 أوي. بقى الطيارة فيك. أيوة طيارة. والله والله يا. بتطلع لفوق 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 كتير أوي. ودي بقى بتطير بسرعة قد إيه؟ دي بتدوس. دي أسرع من الصوت. يعني إيه أسرع من الصوت؟ أقول لك يا سيدي، إذا كانت الطيارة دي مثلا رايحة أسوان، يا دوبك أول الواحد ما يقول أس تكون وصلت قبل ما تقول واعد. تسمح تدور لنا الطيارة دي؟ أوي ده أنا هدور لك 1000 طيارة في نفس واحد. أصلها نفاسة. شمال مش كتير قوي. حاضر. يا رب يا رب ما تجعل نهايتي على ايديه. يا رب انا سايع عليك حبيبك النبي. ارفع العصايه عليك شويه، خفف بسرعه. العصايه فين العصايه؟ العصاية أسويش. موتني ماتوس، موتني متقطع، موتني مخنوق، بس ما تموتنيش مع الطول ده في طيارة واحدة. العصاية أسويش، العصاية فين العصاية؟ العصاية؟ أحلى العصاية. فين العصاية؟ عصاية عليك يا رب. النزول سليم، النزول سليم، حاول أن تنزل ببطء. ببطء يا سويش ببطء. أصبحت الآن في موضع صحيح. النزول صحيح ببطء يا شاويش. كلمني مع الريح. كيف تسمعني؟ العصاية يا أم العصاية طوال لنا حلوة لعابة. الحمد لله وصلنا قبل نهاية الأجازة بساعتين. طب غير هدومك بسرعة بقى عشان ما تتأخرش عن الشغل. هوا حسين. أهلا حسين، جيتوا إمتى من اسكندرية؟ دلوقتي. أنا مش منبه عليك ما تقربش للبدلة بتاعتي؟ ما أنا لو ما كنتش لبستها ورحت بدالك المطار كانوا افتكروك هربان. إزاي بقى؟ ده أنا عندي أجازة،
الاجازه اتلغت وطلبوك للمطار، وبما ان شبهك تمام افتكروني سيادتك وجرجروني معاهم. وما قلت لهمش الحقيقه ليه؟ عشان ما خليكش تقطع شهر العسل. مش خدمه جليله؟ صحيح يا حسين، انت حقيقتك تشكر. اشكره ازاي؟ ولا حدش عارف انك انت مش انا؟ لا، ربنا ساتر. من البدله علشان اروح اثبت حضوري. حاضر. انا عاوز منك خدمه صغيره. ممكن؟ عاوز ايه؟ تيجي معايا على بيت خطيبته وتقول لهم على الحقيقه اللي انت عارفها. علشان خاطري يا حسين. طب اتفضل غور. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. تسمح لي اخش؟ عشان ايه؟ عاوز اتفاهم معاك بكلمتين. ممكن؟ خش. اتفضل اقعد. مين تاني؟ سلام عليكم. يا خبر اسود. تسمح لي اخش؟ انت لسه خاشش. خرجت منين؟ ده انا اللي دخلت. يا ساتر يا رب. انت كم واحد يا جدع انت؟ احنا اتنين، اسماعيل وحسين، اخين توأمين. يا سيدنا الحسين، ده انتوا فورمة واحدة، تركيبة واحدة. ابوكوا كان بيعرفكوا ازاي من بعض؟ عامل لكل واحد علامة. ما هو الشبه ده هو سبب سوء التفاهم اللي حصل بينكوا وبين اخويا. الصورة اللي شفتوها صورتي انا، والست اللي معايا في الصورة كانت بتحبني انا، واللي اتجوز في اسكندرية انا، لكن اخويا بريء. هو حضرتك تبقى مين؟ انا حسين. طيب ما يصير مخطوبة لحسين. لا، مخطوبة لاسماعيل اخويا. هو قدم لها نفسه باسمي لما لقاها عايزة بطل في الطيران. بقى حسين ما كانش حسين. لا، حسين اللي انت عرفتيه يبقى اسماعيل. طب وليه عملت كده؟ علشان ترضى عني وتحبيني. احبك لما تكون بطل، بطل باعمالك مش باعمال اخوك. خلاص، انا هبقى بطل، هبقى شجاع، انا هقدم طلب تطوع في الطيران. طب ومستني ايه؟ موافقه؟ ايوه.